ألغيت المطهات الليلة الخميس إلى الجمعة لم يكن نافعا على عناب المدينة لكونه كان سببا في فتح عمق البريكولاج والمكياج الذي كان يغطي وجهها. فعندما تكون الصورة هكذا في قلب المدينة فالأمور أكثر فظاعة في عناب العميقة، وهو ما ولد سخط واستهجان المواطنين على تقاعس المسؤولين. ما فهمناش واش المير هذا وين راح، وانا حبيت نشوفه المير من كل قلبي، حبيت نشوفه ما بانش اخويا. والسلطات هي ما كان حتى شي، ما امريكيين تحت الزوار درك السخانه والدفاء. مبارحه هذا السبات لن تكون سوى بترقيه الذهنيات والكف عن الصراعات التي يبقى الهدف منها الاستحواذ على المناصب والمسؤوليات والعمل بإخلاص لإنقاذ المدينة التي تصنف ظلما كرابع ولاية في الجزائر، وهي خرافة أثبت الواقع أنها بعيدة عن الحقيقة، لأن عنابة خسرت منذ مدة لقب بونا الأنيقة.